مين ده؟ نديم. طب يا مجنون استنى، والله ما ليا دعوه، هو وليد هو اللي قال لي انها سهله تتشقط عادي يعني. عايز يشوفك يجيلك لحد عندك، نروح عنده تاني؟ لا، اوكي؟ أنا أصلاً مش عايزة أروح له تاني. حبيبي، مين ده اللي ظابط ميعاده علينا؟ معرفش. لا يا حبيبي قط، وشوف المهرجان اللي بيحصل فوق. اوكي. أهلاً رامي. مالك، سوري إن أنا جيت على طول كده، بس أنا قلقت عليكي بعد ما قمتي كده وسبتينا، وبعدين أنتِ مش بتردي على الموبايل. طب هنتكلم على الباب، اتفضل. كلمتيني على انهي واحد فيهم؟ جالك عليه مسج غريب كده وقمتي فجأة. سوري ما خدتش بالي. ها عملت معانا ايه؟ تمام، كله تمام. هي قفشت شويه لما مشيتي، اكملها ما خدتش الديبوزيت اللي كنا متفقين عليه. هي ايه حكايتها؟ هو احنا هنطير ولا هنضحك عليها؟ تصدق اني ابتديت اشك فيها؟ لا لا، اميره ما بتلعبش. امال مالها هتموت على الفلوس كده ليه؟ في ناس كتير حواليها هيقبضوا، انت فاهمه يعني ايه هتخليه يخلع مراته؟ طب يبقى فكرني بكره اكتب لك الشيك. تعالى نشرب حاجه. لا انا لازم اجري، بس ثانك يو. في حاجه تانية حصلت بعد ما نزلتي من الايجنسي على طول، بس انا قلت استنى لحد ما الميتنج بتاع اميره يخلص واقول لك عليها. خير؟ الانذار ده جه بعد ما نزلتي على طول وانا استلمته. انذار؟ انذار بعدم تصرفها في اي حاجه ورثتها لحد ما يجي تقرير خبير. بس انت متاكد انها زورت قبضه اخوك؟ طبعا، ده انا متاكد زي ما انا متاكد اني متعشي طاجن باميه باللحمه الضاني من ايدك الحلوه دي يا ناديه. يا راجل انا ما بهزرش. ولا انا بهزر، معرفوش، ما يلزمنيش، انا طول عمري راجل جد، احب الجد واموت في الجد. والنار ويا عين على الجد ويا روح على الجد. الجد انت هتغني لي؟ وما غنيش ليه؟ ما الناس كلها بتغني يا اختي. والله انا خايفه تكون بترمي فلوسك على الفاضي والمحامي بتاعك ده يكون بيضحك عليك. ايه؟ يضحك عليا؟ ده انا اضحك على اهل واحد واحد. عيب عليك يا نادية، عيب. وانا كلوديا ولا كلودي؟ لا يا حبيبي، معاش ولا كان اللي يقول عليك كده، بس انا خايفه ليكون اخوك كتب لها كل حاجه قبل ما يموت زي ما بتحلف. يا اختي تحلف زي ما هي عايزه. انا بيني وبينها ورق 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 ورق. طب افترض بقى ان الخبير قال دي امضته نادية. نعم. يا ريت تعملي لي قفله وتعملي لي القهوه عشان اظبط دماغي، بدل ما انت يعني ها ناويه تحرقي دمي. ماشي ماشي، اما نشوف اخرتها. عاوز تعرفي اخرتها؟ اخرتها؟ اخرتها ملايين ملهاش حد. يا رب، من بقك لباب السما يا رب. اللي قولي لي يا حلوه. نعم. المحروس ابنك الحيله فين؟ ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ الحيله في الشغل. شغل ولا يكون شاف له شوفه؟ شفت ايه؟
أمال اللي أنا بعمله ده كله هيطلع على فسوس؟ يا نادية يا نادية، ما أنت بقالك سنتين بتعملي وما شفناش يا أختي نتيجة. لا المرة دي غير كل مرة، بس هاتلي بقى الطلب اللي أنا طلبته منك. بس كده؟ هيحصل هيحصل إن شاء الله بإذن المولى، هيكون عندك الواد الغفير بتاعها، هيديني تليفون بكرة الصبح أول ما يستلم الطلب ده في إيده. بس على الله يكون صادق وما يجيب لناش أي حاجة والسلام. أي حاجة والسلام؟ ده أنا أخلي وقعة أمه سودة. دي حرام عليك، قلت لك كنت شاربه ومشفوع، فجأة لقيت نفسي بعمل كده. انت ايه يعني؟ عمرك ما غلطت؟ انا اول مرة في حياتي اعمل كده. انا عمري ما خنتك، رغم اني عارفة ومتأكدة انك خنتني كتير. أنا ما ينفعش أروح كده، لو لوجيك أنا صحي هنقول لها إيه؟ بليز أنا دي، إحنا فرطة كبيرة قوي، لازم نهدى ونفكر بالعقل. خايفة يكون حد شاف عربيتك عند فيلته، ولما يلاقوا جثته يوصلوا لنا وتبقى مصيبة، ولا حتى ممكن يتهموك بقتله لو كان مات. لو كان عايش بقى تبقى مصيبة أكبر. انزلي. انزلي فين؟ انزلي هنا. نادين طب خلينا نروح. طيب لا يا نادين بليز، بليز يا انت طالب. Ha ha ha!